مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز يدلي بتصريحات تاريخية وأسطورية عن أسود الأطلس المنتخب المغربي بعد انتهاء الجولة الأولى من المجموعة، تعادل المغرب مع كرواتيا وفوز بلجيكا بصعوبة، فوز غير مستحق على المنتخب الكندي 1-0. فماذا قال روبرتو مارتينيز مدرب البلجيكيين؟ مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز أكد أن منتخب بلاده المنتخب البلجيكي تنتظر مواجهة صعبة للغاية أمام المنتخب المغربي، حيث أشاد مدرب بلجيكا مارتينيز بقدرات لاعبي المنتخب المغربي واصفا إياه بأنه أحد أقوى منتخبات العالم. أيضا روبرتو مارتينيز أكد أن المنتخب المغربي يمتلك جبهة يمنى جبارة بقيادة حكيم زياش وأشرف حكيمي، اثنين من أفضل لاعبي العالم بلا أي شك، وعلى منتخبه الحذر. وكذلك في نهاية حديثه عن المنتخب المغربي تحدث روبرتو مارتينيز حيث أكد أنه سيلعب على الفوز وحسم التأهل أمام المنتخب المغربي رغم أنه منتخب خطير ومنتخب عظيم. هكذا كانت تصريحات روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي عن أسود الأطلس المنتخب المغربي قبل المواجهة النارية المرتقبة بين المغرب وبلجيكا. ونحن هنا بدورنا نؤكد لمدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز بأن أسود الأطلس بتوفيق من الله عز وجل أولا، ثم بجرينتا وروح اللاعبين ستفترسك بلا رحمة.